وسهلا بكم متتبعي قناة شوف تيفي في هذا المباشر الجديد من أزقة عين دياب اللي تتواجدوا بها الحانات والملاهي الليلية. احنا الآن في مباشر تنقل لكم الأجواء تتعرفها كورنيش عين دياب في هذه اللحظات. اذا تتبع قناة شوف تيفي بقاو معنا في هذا المباشر باش تشوفوا اشنو واقع في هذه اللحظات في كورنيش عين دياب. اذا تبداو تشوفوا معنا تبعي قناة شوف تيفي كورنيش عين دياب تتعرف حالة الفيضانات في هذه اللحظات خاصة في الأزقة اللي فيها الحانات والعلب الليلية. خاصة من بعد أن تم السماح للمطاعم والحانات والملاهي الليلية الفتح حتى الساعة 4 صباحا، تنشاهدوا أن كورنيش عين دياب بدأت تسترجع الحيوية ديالها.
إذا متابعي قناة شوف تيفي، لازلتم معنا في هذا المباشر اللي من مدينة الدار البيضاء. وبالضبط تقوموا به في جولة في كورنيش عدة والأزقة ديالها اللي تتواجدوا فيها العديد من المطاعم والحانات في مدينة الدار البيضاء.